بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. مقدميني النهاردة هو إيه؟ دي أهم حاجة في الموضوع بقى، المقشود الملكي. ما هو المقشود الملكي ده؟ ده اللي هنشوفه في آخر سيجمنت، وإيه وتابعوه عشان حاجة جامدة جدا جدا بتتعمل بالتمر السكري. هنشوفه النهاردة هنعمله إزاي، وبتتعمل بطريقه حلوه قوي، ودي حاجه جميله قوي، وبتتقدم كده مع القهوه العربي في حاجه من الاخر. هتشوفوها ان شاء الله خلال اخر سيجمنت هنبقى مع بعض النهارده. وفي تطبيقات ما شاء الله كميه الناس اللي بعتنا كتير جدا. في بوست على صفحه برنامج المطعم احنا منزلينه اهو عن التطبيقات اللي حضراتكم بتعملوها، والواحد بيبقى مبهور بجد من الحاجات اللي انتوا بتبعتوها والاكلات والبرزنتيشن خاص بالطبق كمان، حاجه جامده جدا يعني. شكله الشكل سيبها شويه. الشكل بتاع الطبق وشكل الحاجه وشكل التقديم والتسويه وكل حاجه، لا بجد يعني. هنفتح مع حمدي النهارده ان شاء الله الصور، وحتى متفق مع شروق ان شاء الله ننزل لكم اكبر قدر من الصور النهارده اللي انتوا بعتوها، يعني لان ما شاء الله الناس بعتلنا كتير قوي. طيب ايه اللي بقى الميم بتاع الحلقه النهارده؟ وفي النهارده كيك البرتقال، وعندنا مكرونه هنعملها بكفته الدجاج. اي اسئله او اي استفسارات من اي رقم ارضي بتتصلي من 0900 900، او من اي محمول 2600 ان شاء الله. طيب خلينا نشوف اول حاجه الكفته اللي هنعملها. هتبقى حلوه قوي يعني فيها شويه من المبكبكه، هنشوفها النهارده. بس عاملينها بكفته الفراخ، سهله وبسيطه، وعاملينها بكفته الفراخ عشان ايه؟ الكميه تبقى كبيره يعني. يلا ننزل المقادير. 2 عندي صدور فراخ، نجيبهم كده ونظبطهم ونشطفهم شطفه محترمه، ونديها عصير الليمونه كده عشان اللزوجه اللي تبقى موجوده فيهم، وبعد كده بنصفيهم. وعندنا بعد كده فلفل الوان، اخد شريحه من كل واحده، ممكن فلفل حامي حسب الحاجه يعني، لو محتاجه مثلا حاجه تبقى مثلا حراقه شويه. عندنا كزبره خضراء، وعندنا توم باودر وبصل باودر وشويه من البهارات الفراخ. طيب بعد كده بنخش عندنا في الطماطم والبصل، الاثنين دول بشوحهم عندي على النار مع معلقتين اتنين من صلصه الطماطم. وبعد كده بنبدا نسقط عندنا المكرونه المقصوصه اللي قدام حضراتكم ديت، عشان بعد كده نبدا نحط عندنا الكفته. هنشوف التركيبه بتاعتها عباره عن ايه. اول حاجه هاخد عندي صدور الفراخ، ونبدا نقطعها عندنا مكعبات قدام حضراتكم. ما يعني خلاص هي كده كده اصلا هنعملها دلوقتي، فاهم؟ الله يحفظك يا استاذنا المحترم. صدور الفراخ بقطعها كده مكعبات، ونبدا نديها التوابل بتاعتها. التوابل دي عباره عن ايه بقى؟ شويه من بهارات الفراخ، ماشي، عندنا توم باودر، وعندنا معلقه صغيره من البصل الباودر. تمام، سهله، واحده واحده كده مع بعضينا اهوت. بعد كده بقوم واخد عندي شويه من الفلفل الاسمر عليهم برضو، معلقه صغيره، وبعد كده الملح، شوية بابريكا صغيرين، ماشي، تتبيله كده تتبيله من الاخر، حط معاهم الحاجات ديت كلها. طيب بعد كده بنروح عندنا على الكبه، ونقوم منزلين الحاجات ديت كلها. ونروح عندنا واخدين الحاجات الخضره الجميله ديت، اللي هي شريحه كده من فلفل الالوان الاخضر، ثلاث حاجات دول نبدا ناخدهم كده نقطعهم مكعبات، لان كل ده هيتفرم معايا في الكبه. ادي الاخضر اهوت، الاحمر، ونديها شويه من الكزبره الخضراء عليهم. بس مفيش بصل فيها؟ لا مفيش بصل، عشان تطلع مسمغه وزي الفل، والجيلاتينه اللي موجوده نفسها جوه الفراخ نفسها هي دي اللي هتسمغ لي الحاجه كويس.
حلو قوي، نشيلها، ريحتها تجنن طبعا، تسمري تهيت. بص هي نازله اصلا من الكبه عامله ازاي، ما تضربهاش اكتر من كده. ليه ما نضربهاش اكتر من كده بقى؟ عشان ما ننزلش، ما نطلعش الميه اللي موجوده في الفلفل الالوان وتفصل مني. ما هو احنا بنغلط غلطه ان احنا ايه، نقعد نفرم الحاجه جامد قوي. ما خلي بالك الفرم ده برضو مهم جدا، انك ما تفضليش تفرمه في الحاجه كتير وتسيبها في الكبه كتير، لان كتر الفرم اصلا بيخليها تنعم معاكي وتنزل الميه اللي جوه الخضار ده، فبالتالي لما نيجي نحطها على النار بتلاقيها بتفك منك. هجيب عندي بوله صغيره بداية فيها ميه كده، ونبدا ايه نكورها كده بسم الله. وناخد الاستاذه دينا معانا. الو استاذه دينا. صباح الخير. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اول مره اكلم حضرتك، بصبح عليك بس يا فندم. ده صباح الجمال والله، ربنا يخليك. اللي احنا لو ليك اي استفسار او اي حاجه تحت امرك طبعا. ربنا يخليك، انا بصبح على حضرتك. صباح الفل يا فندم، شكرا يا استاذه دينا، نهارك فل ان شاء الله. شكرا لتعب حضرتك بجد. يعني الكفته بقى ايه بقى عندنا بقى الحله الكاتشينوفا، بحب اجيب عندي حله كبيره جرانيت، هي حله واحده اللي انا هستخدمها للكلام ده كله. يعني هي الاكله كلها تتعمل في اكله واحده، لا في طاسه ولا في حاجه، هي في حله واحده كبيره زي ديت اللي محطوطه عندي على النار، بسخنها عندي، هشوح فيها الكفته، وبعد كده هشيل الكفته ديت في جنب ونبدا نشتغل عندنا فين، في المكرونه بتاعتنا. يبقى 2 عدد صدور فراخ جبناهم وقطعناهم عندنا مكعبات، حطينا فلفل الوان شريحه كده من كل واحده، وبعد كده حطينا كزبره خضراء، شويه ملح وفلفل وبهارات فراخ، بعد كده عندنا حطينا شويه كزبره خضراء، شويه بابريكا برده معاهم، وضربنا الكلام ده كله مع بعض، وما حطيناش بصل، قلنا البصل هيتحط مع المكرونه والبصل، مع المكرونة آسف والطماطم، لكن اللي احنا حطيناه بصل بودر وتوم بودر مع الكفتة دي. تمام. مدام ميرفت سلام عليكم. صباح الفل عليك. صباح الفل يا مدام ميرفت، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا ابو هلا. صباح الجمال، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ ازيك وازي الاسره الكريمه جميعا؟ الحمد لله بخير والله، ربنا يخليك. انا سعيد عليك. سنة سعيد عليك. ربنا يحفظ ما بين ايديك ويسعد ايامك ويبارك لك في صحتك وفي اولادك. اللهم امين يا رب، ربنا يحفظك يا ست الكل. فضل حضرتك، وانا لما اجي اعمل كيكه بالاسبونج ايوه اضربه قد ايه؟ لحد ما يعلى معاكي وحسب قوه المضرب اللي معاكي، يعني لازم يعلى والحجم بتاعه تبقى يتضاعف 3 مرات. مضرب كهرباء العادي. حلو قوي. في عندك هتلاقي فيه زرار، في اي مضرب كهرباء بتلاقي حاجه اسمها تربو، اضغط عليه وافضلي بالظبط 3 4 دقائق كده لحد ما الخليط بتاعك يعلى قوي، وما تستعجليش عليه. ايوه. لان كل ما تضرب معاكي الكيكه الاسفنجيه كل ما يطلع كثافه اكتر، فبالتالي الكيكه تطلع معاكي فيها هواء اكتر فتطلع معاكي طريه. شكرا. شكرا يا سيد الكل، بارك الله فيك، مع السلامه. ما الكيكه الاسفنجيه بالذات ما نستعجلش عليها في الخفق بتاعها عشان تطلع معايا مظبوطه، يعني لازم تحس بالكثافه بتاعتها لان هي بتعتمد على الهواء اللي انت بتدخلها من الخفق. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه دلوقتي. هجيب عندي ادي الحله بتاعتنا، حله الكيتشن اوفر شيك الجميله ديت. الله الله الله، اول استخدام ده. شويه زيت، ماشي، هبعد بس شويه ديت على النار هنا، ماشي، ده كان الزيت فيه شويه ميه عادي. الكفته اهيت، انا عايز ايه، عايز فلفل حامي كده اهو، ناخد كده ايه قرن فلفل عشان نحطه في الحاجه نفسها. تعالوا بقى يا عم حمدي نقوم واخدين عندنا الكفته ديت وننزلها هنا.
وناخد عمر معانا. الو، ازيك يا عمر؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عمر؟ الحمد لله. الحمد لله تمام، ازيك يا حبيب قلبي، كله تمام؟ كله تمام. انت في سنه كام يا عمر؟ انا سنه ثانيه اعدادي. النتيجه ظهرت يا عمر؟ ايه؟ النتيجه ظهرت؟ عملت ايه يا عمر بقى؟ طمنا بقى. نقصت 6 من 10. لا يا عم زي الفل، 6 من كام؟ 6 من 10. لا 6 من 10 ايه؟ المجموع كله كام يا عمر؟ 159.4. لا نتجدعن بقى، نتجدعن بقى، ماشي؟ ماشي ماشي يا حبيب قلبي. ماشي ماشي يا عمر، أي خدمات طيب أمرني، أنت نسيت السؤال أصلاً. لا شكرا والله يا شيخ. شكرا يا عمر. سلام يا حبيبي، عمر قال يا ريتني ما اتصلت بيك أصلاً. والله هو كان بيتصل عشان حاجة، قال لي أنت قفلت نفسي مش بكلمك. حبيبي عمر والله. لا بس مجموع حلو والله يا عمر، يعني انا بقول لك كانت الجدع المره الجايه ان شاء الله يا حبيبي، وتجيب مجموعه وتجيب نتيجه افضل يعني ان شاء الله، لان حتى الاعداديه كمان ظهرت يعني. وتمنياتنا للتوفيق لكل حبايبنا واولادنا اللي بيمتحنوا، لان اللي بيشيل الهم هو مش الاولاد، اولياء الامور وخصوصا الامهات بصراحه، يعني بيتعبوا جدا جدا في المرحله دي. الله، بص يا باشا الكفته عامله ازاي، بص الكلام، الله اهو، شغل عالي قوي قوي. ايه ده، بنقلب كده ولا الهواء ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه هتحصل خالص، ومش هتلاقيها بتفك منك نهائيا ان شاء الله، زي ما حضرتك كده شايف اهي. قلب، وحطينا كده معلقه زبده برضو معاها، لان كل ده يتعمل في ايه، في حله واحده بس اهو. نديها التشويحه كده من كل حاجه وتظبط معانا تبقى زي الفل. واعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي الكفته ديت بعد ما اتشوحت، ونقوم شايلينها كده ونقوم حاطينها في طبق لوحده، عشان هنعلق عندي على المكرونه. جميله جميله. هي يعني هي مبكبكه في نفسها شويه. لكن التكنيك مختلف الصراحة. نفس ناتج التسوية ده، هعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي بصلتين اتنين كده مفرومين، وايه، وننزل هنا يا عيني. نفس ناتج التسوية بتاع الفراخ، هتلاقي طبعا طبيعي ان ناتج التسوية اللي طلع من كفتة الفراخ بدأت البصلاية تاخد لون ذهبي. ناخد عندنا مكعب من المرق كده ونحط عليها هنا، ونقلب تقليبه كده محترمه بيها، ما استعجلش عليها خالص، سيبها لحد ما تبدا اللي هي تدبل معايا. طيب القرن الفلفل الحامي اللي احنا عملناه، ناخده كده على السكينه عشان ايدينا، ماشي، ده بيعمل شغل جامد جدا. عايزه تحطيه دلوقتي، عايزه تحطيه بعد الصلصه، براحتك. شويه من الكركم تحط عليهم على البصلايه، نقلب. رايح طبعا الجميله بدات تطلع علينا، وايه اخر حاجه خالص بقى نبدا نحط، هحط بس الحاجه، بقيه الحاجه ده هي تحدي اللي هي ايه بقى بالظبط، صلصه الطماطم. نبدا ناخدها ونحطها مع البصلايه، بسم الله، معلقتين كده حلوين. وبجيب عندي خلاص طماطمات مبشورين، ونبدا ان احنا نبشرهم عندي، او عايزه تضربيهم عصير براحتك خالص، حطهم عندي على الكلام الجميل ده. وطبعا اساسي ايه؟ الميه السخنه. بس بعد ايه ما نشوح الطماطم الاول، تبقى بالشكل ده، ونبدا نحط عندنا الميه السخنه. مزيكا دي مزيكا.
مش هنضيف اي حاجه خالص للمكرونه، مش هنضيفها دلوقتي غير لما دي تاخد غلوه الاول مع نفسها وتظبط معايا الملح. حط عندي كيس المكرونه، بعد كده في الاخر نقوم حاطين ايه الكفته بقى، تطلع حاجه مزيكا نشوفها ان شاء الله، ولكن بعد الفصل. شويه الصوص بقى ايه بداوا يغلوا مع بعض كده وتمام التمام. هد عليهم النار شويه، مش مستعجل عليها يعني. المكرونه هد عليها النار عشان ايه؟ انا عايز الحاجه ديت تطلع طعمها حلو، فهد عليها النار شويه. بعد كده ابدا احط المكرونه وبعد كده الكفته، بس مش دلوقتي. ايه بقى حوار كيكه البرتقال اللي احنا هنعملها النهارده؟ نشوف المقادير عباره عن ايه. ان شاء الله نبدا ننزلها لحضراتكم. سهله جدا، بنعملها في خلاط ماشي، وهنشوف هنبدا ازاي فيها. يلا، 4 عدد بيض، كوباية من السكر، 3/4 كوب من الزيت الذرة، ويا ريت الكوب اللي حضرتك بتعايري بيه هو اللي تعايري بيه كل المقادير. يعني ما تجيبيش كوباية عندك شاي قد كده 200 جرام تعايري بيها سكر، وتجيبي كوباية قد كده 150 جرام تعايري بيها زيت وتقولي ايه ده الشيف قال 3/4 كوباية. الكوباية اللي تعايري بيها هي تعايري بيها كل المقادير. فـ4 بيضات، كوب من السكر. الكوب المفروض كام جرام؟ 200 جرام. يعني الكوبايه المفروض لو انا مش ماليها للاخر بتبقى 200 جرام. 3/4 كوب من الزيت، عندي كوبايه من عصير البرتقال، 3 معالق كبار من بشر البرتقال، يعني يا ستي برتقانه اهي، بص اهي مبشوره على الناعم مش على الخشن. باكو من الفانيليا، باكو من البيكنج باودر، وعندي 2 كوباية من الدقيق. تمام جدا اهو، يلا بينا في الخلاط. ونقوم واحدين عندنا الـ4 عدد بيض، ولازم نتاكد الشفشق بتاع الخلاط ما فيهوش نقطه ميه ماشي اهو. استاذه زميرنا والله بتتعب معانا جدا جدا يعني، فتحياتي ليها والله. شكرا زميرنا. عندي سكر، وبعد كده عندنا شويه فانيليا صغيرين بتحطوا عليها. تمام، وشغل الخلاط على السرعة الأخيرة. حضرتك بتلاحظي إن في الخلاط من فوق الغطا الصغير ده. إيه فايدة الغطا الصغير؟ إيه الغطا الصغير؟ إحنا بنشيله كده وننزل منه أي حاجة سايلة والخلاط شغال، يعني أهو كده ده فايدته. ماشي؟ لما نيجي ننزل الزيت ما نفتحش الخلاط كله عشان هتلاقي كل حاجه طالعه على وشنا. هفتح الفتحه ديت وانزل 3/4 كوباية من زيت الذره وهو شغال. طيب ايه كمان الفايده بتاعت الغطا الصغير ده؟ لما تحطي حاجة سخنة جوه الخلاط ما ينفعش ان انت تقفلي الخلاط كله، لازم تديله خلاص عشان البخار اللي هو طالع من الحاجة السخنة ده ما يفجرش الخلاط. فلما تحط حاجة سخنة بتشيلي ده، فاهمة؟ يعني له حاجتين اتنين مهمين جدا لازم تاخدي بالك منهم، الغطا الصغير ده. بشر البرتقانة. بعد كده بيحط عندي 1 كوباية من عصير البرتقال.
كده بقى تمام التمام. ناخد عندنا الخليط ده، بص بقى الكثافه بتاعته نازله ازاي اهو، قوام قوام محترم يعني. ها اهو، اكبر غلط بقى ان احنا ناخد الخلاط ده اهوت زي ما هو كده ونقوم حاطينه في الحوض، ده حرام. بص كل الحاجات دي، بص 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 قد ايه هينزل. الاسباتولا اللي معايا ديت بتجيب تمنها من اول يوم، من اول يوم لو هتستخدميها مثلا في حاجات زي ديت. بصي اهي، لازم ما نسيبش اي حاجه، الحاجات ديت كلها بتفرق كتير جدا في المقادير يعني. نبدا نعمل ايه بقى؟ بجيب عندي 2 كوبايه من الدقيق بنحطهم عندنا في المنخل هنا، وعندنا ظرف من البيكنج باودر قدام حضرتك بنحطه هنا، يعني ذره ملح بسيطه جدا اهيت عشان المعادله، واديها فايده المنخل حاجتين اتنين، المنخل لو في اي رطوبه في الدقيق بتشيليها، وفي نفس الوقت بيدي هواء اكتر للكيك بتاعك. بنقلب بالطريقه دي، دي التقليب الصحيح مش كده، التقليب الصحيح كده اهو، كل ده يخلي لك الكيكه بتاعتك فيها هواء اكتر. بص ازاي اهو، ده التقليب الصح للكيك تمام، عشان ما انا احفظ الهواء اللي جوه الكيك نفسه مش كده، فاهم ازاي؟ كده اهو، بص يا باشا بص القوام عامل ازاي، حاجه محترمه جدا وزي الفل. بنظبط درجه الحراره على 170، بشغل فوق وتحت 170 يا استاذ. الشتا ابتدى بقى، هتلاقي بقى هدوم عماله تطلع من يمين من الكم وهدوم هي كده بقى، هو ده خلاص الشتا ابتدى خلاص. طيب قبل ما اصب الكيك تعالوا، الصوص عندي يا باشا بقى تمام التمام اهو، ننزل عندنا بالمكرونه، كيس مكرونه ما انا شلت كيس، هو كيس واحد اللي حطيناه، وانا ظبطت الملح، ظبطت الملح اهوت كمان تمام. هبدا اهفق عليها يعني اقل من 5 دقائق، ونحط فين الكفته عليها. طيب تعالوا بقى نشوف الكيك هنصبه في ايه. بص بقى اطباق ركه اهيت هنطلعها لك وهنخليك الفرن، عشان اقول لك الاطباق دي مميزه جدا جدا جدا، ممكن تعمليها في مج او في الشاي نفسه، الفنجال الشاي او مج الشاي نفسه بتاعهم، او ممكن تعمليها في الاطباق اللي قدامك ديت يعني. دي اسوي فيها اه، ده اللي هنشوفه دلوقتي من اطباقنا الاطباق راك. هاخد 4 اطباق بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ونرصهم فين على الصاج ولا يحصل اي حاجه خالص، هاخدهم كده من الطقم الشيك اللي قدامنا، وناخد عندي معلقه زبده هوريك قد ايه هو بيطلع التسويه بفضل الله محترمه. فرشه كده اهوت ندهن الزبده، ما تنسوش بقى ان احنا نشوف التطبيقات بتاعتكم النهارده كده، ونشوف ابداعاتكم، واللي لسه عايز يبعت يخش على البوست اللي قدام حضراتكم اللي الاسهام ده ينزله لكم دلوقتي على صفحه برنامج المطعم. تقدروا بالظبط كده تخشوا على البوست ده وتبعتوا لنا التطبيقات بتاعتكم ان شاء الله. اهو قدام حضراتكم، يلا اهو بسم الله، القوام بتاع الكيكه محترم جدا، يلا بينا بسم الله. خش بقى على اول طبق اهوت، على حسب بقى ما هتجيب، انا ما اعرفش هتجيب كام طبق بصراحه. تمام، انا شايف ايه 3 اطباق كفايه. يلا
هبعت بقى دي بقى البقيه ديت لحمدي بيحب يلحوس بقى الحاجات اللي هي دول الباقيه ديت جميله جدا. ومين فينا ما كانش بيعمل كده؟ والله كانت عاده وما زالت والله. فيك تخلص نخش على طول ايه مكان الاسباتيولا ديت نديها على باشا على درجه حراره 170 نبدا ننزل الكلام ده اهوت في الفرن بسم الله ونسيبها بالظبط 30 35 دقيقه. نبص هنا على المكرونه عايزين بس اسباتولا كده نقلبها. ما تدخلونا القهوه العربي. طب يا شباب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ هقوم واخد عندي الكفته اهيت. بص بقى يا شباب بص 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 الحلاوه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. واقفل يا باشا كمل التسويه بتاعته وزي الفل. يلا انا عايز اشوف البوست وصلنا لحد فين دلوقتي. يلا قدام حضراتكم في حاجه وقعت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله برنامج المطعم. تعملي سيرش كده هو تكتبي بس ايه يعني تفتح الفيسبوك وتقومي جايب بقى برنامج المطعم وتنزلي تحت لتحت 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 هتلاقي فيه الفيديو والقياس. يعني ايه يا جماعه كميه البوستات اللي انتوا نزلتوها بعد البوست ده؟ مش عارف يعني عشان الناس ما تتوهش بس يعني اعملوها بين توب طابل الصفحه. يعني بص احنا في اربع فيديوهات قبل منها ليه؟ يا ريت نعمل الناس اللي ماسكه السوشيال ميديا الخاصه بالقناه ترفع لنا البوست فوق عشان الناس تعرف. هو انت بتنزلي ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه عدي اربع بوستات هتلاقي التطبيقات بتاعتنا. اوبا فيليه سمك اول ما فتحت كده والله اني ريق رجيري على طول. فيليه السمك استاذه جيهان بصوص الزبده والثوم والليمون حاجه تفتح النفس. ده انا عايز طريقته ده لازم اخد الطريقه ديت. ماشي استاذه جيهان علام لان لازم تديني الطريقه دي بجد هعملها. يعني اول ما فتحت كده والله نفسي اتفتحت. يلا نطلع فاصل صغير كده وهنشوف التطبيقات. وفي عندنا اوعى تنسوا المقشود الملكي. المقشود الملكي ده موضوع تاني خالص هنشوفه ولكن بعد الفاصل. بص كده بص على المكرونه بصه كده بسيطه ونبص على الجمال والحلاوه. ماشي بص على الجمال والحلاوه. بص الكفته جواها اصلا عامله ازاي بقى. ده حاجه محترمه شويه كزبره خضرا كده من فوق عليها والدنيا تمام. طيب ايه المقشود الملكي ده؟ ده للحبايب يعني ده من ايه مني للحبايب بمانه. يعني بص عليها عامله ازاي. ده تمر سكري بقى موجود على فكره بقى عندنا. كان الاول ما كانش موجود الا في السعوديه لازم اللي يجي من السعوديه هو اللي جبناه التمر. دلوقتي لا بقى موجود دلوقتي وموجود عند فكهانيه كتير على فكره بالمناسبه. تمر السكري ده حلو قوي وعلى فكره بتطلعي منه عجوه محترمه اهو. بص عامل ازاي. الله بص 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 الحلاوه. ده تطلع منه عجوه يا شباب اهو. بص عامل ازاي طري ازاي. بص الطراوه عامله ازاي بتاعته. لا 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 عالمي ما شاء الله وطعمه ولا في الاحلام. قدام حضرتك اهوت ده التمر اللي هو التمر السكري جميل جدا
وتقدري تجيبيه وتعملي منه حاجات كتير. نقدر نعمل منه المقشوط الملكي ده اللي هي اكله للحبايب زي ما بنقول، او تقدري تطلعي منه عجوه، يعني دي تجيبيه وتفرميه بالسكينه بس كده وهتطلعي احلى عجوه تعمليها بالقرص. وموجود دلوقتي اسمه تمر سكري، موجود على فكره ومنتشر قوي على السوشيال ميديا عندنا الايام ديت، لان جه من بره برادات كتير جدا، هو بيجي بيتحط في ثلاجه بالمناسبه ما بيبقاش بره، في ثلاجات كتير جدا جابت كميه التمر ده كتير جدا، فموجود على فكره ومتوفر. تعال نعمل ايه المقشوط الملكي ده. بص يا ستي، طحينه ماشي، كوبايه زبده فول سوداني معلقه كبيره، عسل ابيض، ده مش اسود ده عسل ابيض بس هو محطوط في بوله سودا عين جمل او سوداني لو عندك سوداني، سمسم ماشي. انت متخيله الاشياء دي كلها كده هتتحط ايه على بعضها؟ فبص يا استاذنا، بقوم حاطط اول حاجه عين الجمل، بنقوم واخدينه كده حاطينه هنا في البوله في الكيس، مش جايب، انا مش جايب كتير يعني، جايبين هم يعني ابص والله اربع حبات يعني مش اكتر وعايزه تشتغلي بالسوداني والله شغال وزي الفل يعني، مش بتريق والله، بس هو فعلا السوداني برضه هيطلع حلو جدا جدا يعني. انا بعمل الاساس فعشان كده عملته بعين الجمل ماشي. طيب اخد عند الطحينه اول حاجه بنحطها عندنا في البوله، بعد كده بقوم حاط عندي سمسم يا عيني يا سيدي، عين الجمل المطحون ده معلقه واحده منه تنسيك اي حاجه مزعلاكي، بعد كده عندنا معلقه كبيره من زبده الفول السوداني اهو على الطحينه نفسها، تبدا نحطها هي زبده فول سوداني، والباشا الكبير بقى معلقه او ربع كوبايه من العسل الابيض. اهو لسه يا باشا، اخد الكلام ده كله ونقلبه. حاجه ما شاء الله زي العسل اهو، واخدها كده اهوت وهم واخد عندي شويه ميه صغيرين جدا احل بيهم الباشا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عشان عايزه يبقى ايه سائل شويه، ايوه هو ده القوام المطلوب للمقشود الملكي ماشي اهو، شايفه جميل. نعمل ايه بقى استاذنا؟ نقوم واخدين عندنا التمر ده زي ما هو بالنوع بتاعته، واحنا كده كده هناكل واحده واحده يعني، مش هناكل بالمعلقه يعني، ونقوم حاطين الباشا ده هنا ونقلب كده. يعني اللي ياكل واحده من ديت يسامحني بقى اهو. بص يا باشا شكرا كده. بنبدا نعمل ايه بقى؟ ده حلاوته مع ايه؟ هي واحده بس ماشي، مع قهوه عربي. انا حاطط قهوه عربي هنا مع التقه هنا، بقى لها نص ساعه شغاله كده على نار هاديه، حاططها عندي في شاشه زي اللي حضرتك كده شايفاها وشغاله وزي الفل عشان ايه تطلع معايا زي الفل. تعال نجيب عندنا طبقين اتنين من اطباق راك، تعال نجيب الطبقين دول يا استاذ حمدي. الله ايه الريحه اللي طالعه على الواحد دي بجد يعني. ده اسمه ايه؟ مقشود ملكي بالتمر والطحينه وزبده فول السوداني، وبيتحط له زعفران كمان يعني، في كمان بيتحط له شويه زعفران كده برضو. لا لا حوار 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 بجد يعني.
هي هو مش هيبقى مسكر، خلي بالك زي ما انت متخيله يعني، هو خلي بالك فيه زبده فول سوداني وفي طحينه، فالحاجات ديت كلها ايه هتظبط معاك جدا في الاكل والطعم. الكيكه تمام يا باشا خلاص يا شروق، هطلعها دلوقتي اهيت. تعال لسه قهوة العربي طبعا انواع، نطلع خدي كده طبعا من غير سكر، طبعا القهوة العربي من غير سكر طبعا، فاهم ازاي؟ بتتقدم مع التمر الجامد ده او المقشود الملكي ده، تاخدي واحده من هنا، شغل بنوك بقى. بس كده ايوه، ورشفه من هنا بالظبط كده. تعالوا نبص على المكرونه. الكيكه لسه، الله اكبر. بص يا استاذ حمدي بقى، تعالى يا باشا كده نعمل ايه؟ نعمل كده، بص الحلاوه، اصحى للكلام، الله اكبر، اللهم صل على النبي، يعني حاجه محترمه جدا. لا يا الحلل دي ما شاء الله محترمه، مطلع الحاجه كلها زي الفل. عايزين بس نطلع الكفته بس كده وفوق. الفلفل الحامي برضو اللي احنا حطيناه عامل شغل، الكفته راحت فينا يا جدعان اهي. ما هي حلوتها بقى في العشوائيه، عشوائيتها بالظبط، بس برضو عشان ايه يعني الحاجه تبقى باينه اللي احنا ايه خدمين. بس هي كده زي العسل يعني، ما شاء الله طبق شكله شيك قوي اللي احنا قدمنا فيه ده. طيب نبص على اخر حاجه ايه بقى؟ الكيكه بتاعتنا هنبص عليها، طالما فتحت معايا ولونها بقى ذهبي انا ممكن افتح عليها، انا ممكن افتح عليها عادي جدا. تعال نبص عليها ايه الاخبار. بص ما شاء الله اللون، طبعا هو اساس طبعا الفرن، طالما شقت كده من فوق اعرفي ان المقادير بتاعتك مظبوطه ظابطه في الجون، فاخده بالك؟ لاي كيكه كده تلاقيها فتحت من هنا كده تعرفي ان هي شغاله زي الفل. اهيت لسه بص اهيت بعرفها من هنا، لما تيجي تعملي الكيك بصي من النص اعملي كده، لقيتها لسه طريه يبقى تسيبيها شويه، وهوريكي اصلا توزيعه اللون كمان عامل ازاي. ما تيجي ناخد شويه تطبيقات وبعد كده اطلع فاصل ولا ايه؟ طب هقول لكم على حاجه، السيجمنت اللي جاي كله هيبقى التطبيقات بتاعتكم بس، عشان عارف الناس كتير بتزعل قوي لو احنا ما حطيناش التطبيقات. يلا اللي جاي كله، لان ايه؟ سمك بربون، يا نهار ابيض، ده في شغل عالي قوي، ده في شغل عالي بجد يعني. استاذه داليا عامله العزيزيه تفتح النفس. خوخه سكر، كيكه التايجر مع صوص الشوكولاته، والله العظيم ماستر شيف يا جدعان والله، ايه الشغلانه الحلوه دي؟ بسكوت المنين الرهيب، الاستاذه نهله. ديسباسيتو يا رب تعجب حضرتك، يا خدت ترند جامد قوي من سنتين باين، بس عاملاها حلو قوي، تسلم ايدك. والنبي زوم شويه على الصوره وانت بتصوري. البي تي فور بطريقتك يا احلى شيخ، استاذه دنيا والله انتوا اللي جامدين والله، ما شاء الله عليكم. سابليه وبسكوت قهوه، تطور رهيب والله، تطور رهيب بجد. ايكا صلاح، لينزا بطريقتك يا شيف والله، يعني بص 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 يا حمدي بص، يعني يا عم انا ما عملتهاش حلوه كده يا عم، يعني انا محمد ما عملتهاش حلوه كده، ايه الجمال ده؟ يلا تسلم ايدك، يلا نطلع فاصل، والفاصل اللي جاي كله هناخده للسوشيال ميديا، يلا بينا.
تعالوا نبص على الكيكه يا باشا اللي في الفرن واللي احنا سويناها في اطباق راك. ما شاء الله ما شاء الله. بص يا باشا الحلاوه عامله ازاي. بص اللون نفسه عامل ازاي. تلاتة مثلا بالظبط. بسم الله ما شاء الله. خلاص تمام يا صاحبي تمام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لسه بقى تهدى شويه كده اوريكي اصلا التسويه نفسها بتاعه الطبق عامل ازاي. يعني مش حابب تلزق. اللون نفسه عامل ازاي ما شاء الله. كله طلع بيرفكت ما شاء الله يعني عليها. تعالوا ايه نحط عندنا خله كده او سكينه صغيره. ممكن في ايه؟ استوت خلاص اهي. انت حارج دلوقتي واشقها لك. ادونا التطبيقات يلا عشان نلحق ننزل الناس عشان ايه معانا 10 دقايق نقدر ننزل كل اللي بعتوا لنا. ادي كيك التايجر الاستاذه خوخه صقر تحياتي وتسلم ايدك بجد حلو قوي. ليه الجو ايه يا جماعه انتوا بتجوعونا كده يا جماعه مش هينفع كده. طاجن ورق عنب معمول بطريقه برنسس مرام يعني فعلا يعني الطبق برنس. برنسس عامله برنس خلينا نكون ايه واضحين. حلو قوي وتسلم ايدك بجد الحاجه شكلها تفتح النفس. في بقى طاجن لحمه بالخضار اللي متغطي بالعجينه يا عيني. الاستاذه يويا سمير سلم ايديك يا استاذه يويا بجد. استاذه يويا الله ينور عليك بجد حلو قوي. هو ده شغل الشتاء بقى. ايوه بقى خش بقى في الدفا بقى والقرص. الاستاذه ليلى عامله شويه قرص عالميين. اوبا بالعجوه. ها ما بحبش انا اجي الساده اشتغل بالعجوه وبالملبن. لا بس الحاجه تسويتها ايه الله اكبر بجد. احنا نفتح محلات بقى يا جماعه بقى يعني اللي الشغل ده شغل والله. شو الكحك عامل ازاي حقيقي. مامة حور عامله شويه كعك حاجه محترمه. وايه النقشه دي وايه اللون ده يعني ايه اللون الجامد ده بصراحه يعني. تحياتي بجد. نبص عندنا ده بقى الحاجه اللي بتفرح بقى. بص بسكوت الكيس اللي احنا لسه عاملينه اول امبارح استاذ روان تعمله تقوم منزلاه في التطبيقات وهوبا شغل عالي. لا ونفس حتى الديكوريشن بتاعنا اللي احنا عملناه والشوكولاته برافو بجد. والزجزاج اللي احنا عملناه بالتقطيعه والله الواحد بيفرح بالحاجات دي بجد يعني. مشبك السوري الله 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 الله. استاذه نورهان عامله شويه مشبك سوري انا متاكد. القرمشه عامله ازاي وبيعلي الزيت شويه يعني وانت والايه علي الزيت شويه ما تخليش الزيت يبقى قليل خليه يبقى كتير عشان يطلع كل اللون ذهبي ذهبي غامق. وبرافو بجد يلا. المولتن كيك ده مولتن كيك ده عاملينها بطريقه حلوه جدا وبصوص شوكولاته. فين الايس كريم؟ ايس كريم لازم. والله انا بحب الايس كريم في الشتاء جدا. هو ناقص ايس كريم لو سمحت ايس كريم لو سمحت. شكرا يا استاذ نورهان وتسلم ايدك. ايه تاني؟ يلا ده ماشي يلا. عندنا كيكه شوكولاته حلوه جدا. مامة عمرو تسلم ايدك يا مامة عمرو بجد تسلم ايدك تسلم ايدك يا ست الكل. بس افتح لنا حته بقى عشان نشوف القوام بتاعها. ده ايه البركان ده؟ بودن كيك عاملينها بطريقه حلوه قوي. تسلم ايدك تسلم ايدك استاذه روري مسلم. الله بجد والله تسلم ايدك حلو قوي. بص اصلا كمان الشكل عامل ازاي حاجه تفتح النفس. برافو بجد. شغل عالي. كريم كراميل بطاطا ده بقى ايه خلاص بقى ليفل الوحش. احنا خلاص بقى عدينا بقى ايه احنا بنخش بقى في الليفل العالي بقى. شكرا يا استاذه جيهان علام. جيهان علام ديت لا شيف يا جماعه. لا استاذه جيهان علام شيف. شغل الديكور اللي هي عاملاه
والصنعه اللي موجوده في الحاجه اللي انا شايفها شغل عالمي بجد يعني. والله تسلم ايدك مش بهزر. شغل شفات اللي انت بتعملتيه ده شغل ناس صناعيه بجد. مين هو؟ ام مريم بتمس علينا بالمبطن الليبي وبتقول لنا بص على الشيف عامل ازاي. الله عليك. ما هي موريها لنا قبل التسويه ليه؟ عشان تورينا برضه التقطيعه والصنعه اللي موجوده في اللحمه يعني. فشغل عالي. تحياتي لكل اهل ليبيا طبعا. اه شويه دوناتس كده ايه يعني عشان التخن بالليل والحاجات ديت الدفى بالليل. هو شهر مال عم ربنا الشهر دوت يعدي هتلاقينا بنخس تاني. اه الدوناتس حاجه محترمه قوي والله يعني. تسلم ايدك بجد. الاستاذه جنة الفردوس اسم الاكونت. تسلم ايدك. مامة ندى. مامة ندى تحياتها مامة ندى على التورتايه 100 100. مين تاني؟ اوبا خليه النحل بيت تسويه. انا ملاحظ ان التطبيقات اللي مبعوثه يا جماعه كميه التطبيقات المبعوثه ما شاء الله رهيبه. ملاحظ ان التسويه بقى حلو قوي. الالوان جميله جدا. التصوير بقى حلو قوي. فبجد ده حاجه بتبسطنا بجد. تحياتي. حلو جدا. زهرة الرحمن برافو. الحاجة طالعة شكلها حلو قوي. بسكوت عجوة اللي احنا عاملينه في الخلاط. الله ايه الحلاوة دي. تسلم ايدك. ابو نور. اه ابو نور بقى. ابو نور ايه؟ اه ابو نور. لا سيبه كده بقى واسيبه اللي رجعت تخش المطبخ. ابداعات والله. شكرا يا ابو نور. ده قرص بالعجوة هي موريها لنا قبل ما تستوي وقبل ما وبعد ما شكلتها. فحاجه تفتح النفس. ودخلت كده وعملت ايه؟ تصميم للصوره وجمعت كل الكلام ده مع بعضه وقامت حطاه لنا على التطبيقات بتاعتنا في صفحه المطعم. الاستاذه سهيله الله عليك يا استاذه سهيله والله. اه شوف لا شغل الكحك. لا نفتح محلات بقى يعني. ام سفيان نفتح محلات بقى على الكحك اللي انتوا عاملينه ده. تحياتي والله يا ام سفيان. تسلم ايدك. كحك ناعم عالمي. اه كنافه بالكريمه من ايدين الاستاذه نرمين. الله. فهتفكرونا بقى ايه؟ خلاص بقى نبدا ايه نستشعر الايام الجميله. من حرفيا مستشعرين دلوقتي ورمضان والشغل العالي بقى. نشوفكم بقى في الكنافات في رمضان ان شاء الله. تسلم ايدك يا استاذه نرمين. تاني الله. بريوش عالمي بجد. بريوش استاذه اماني. بقول لك يا حمدي تعالى بص هنا. تعالى بص هنا عشان مامة هشام عامله تورته الزوج الغالي المحامي. فمعلش يا شروق بقى ايه بص هنا. مامة هشام. مامة هشام ايه ده فتحت الاكونت ليه؟ اهو الصوره بصي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني والله. شغل عالي قوي قوي بجد والله. نص مهتميه بزوجها عاملين له تورتايه عشان هو محامي فحط الميزان اساس العدل. فحاجه جميله. تحياتي ليك والله بجد يعني. اللي انت ايه بتبقوا مهتميه بالحاجات ديت والحاجات دي فعلا بتسعد الرجاله جدا يعني. الزوج لما بيخش يلاقي مراته مهتميه بتفصيله في الشغل عنده بتعمله تورتايه بتحتفل بيه فحاجه جميله جدا. المفروض ان انا اروح بقى الاقي مراتي عامله لي جايبه لي توك او مريله وعامله لي على التورتايه يعني. المفروض يعني بقى. مين تاني؟ ان شاء الله كميه صور كتير يعني. والله بجد تحياتي ليكم. شكرا بجد على الناس اللي بعتت. التورتايه دي ده بلو بيري ده. اوبا ده شغل عالي. ده شغل عالي. ده البلو بيري بتبقى يا جماعه في الكيكات حكايه بصراحه. حلو قوي والله. مين؟ الاستاذه مين؟ بس هي خد الكومنت بس والله هرب مني. الاستاذه هدى عماد. الاستاذه هدى عماد تحياتي يا استاذه هدى بجد على التورتايه. شكرا لحضراتكم جدا جدا. سعيد والله. انا هقلب ده اهو. انا عايز اشوف ده اهوت. بسم الله.
انا عايز اقولك التسويه بس الخاصه بالطبق. بص يا استاذ افتح يا باشا كده. بص 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 الكيكه. بص يا باشا التسويه والله ده شغل عالي. بص الطبق مطلع التسويه عامل ازاي والحاجه عامله ازاي والالوان والحركات. حلقتنا خلصت النهارده، اتمنى ان شاء الله الحلقه تعجبكم وتجربوا الشيء ده المقشود الملكي ده، لازم تجربوه. انا هاخد واحده كده واختم بيه الحلقه. اشوفكم على خير مع رشفه من القهوه العربي. السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك. We'll be right back.